مراكش، وكذلك عميد سابق، وكذلك شخص له نزاع معه في ملفات أخرى. اليوم كنت مرافعة المطالبين تحت المدني البديل، مرافعة المطالبين تحت المدني اللي استغرقت واحد الوقت طويل، اللي بينوا فيها وجه الاستئناف ديالهم، وكذلك حتى تكونوا فيها قضايا اللي حنا ان شاء الله بعد هذه الفترة ديال التوقف ديال وجه الهدف غادي نرجعوا من بعد ساعة باش نقضوا عليها. وكذلك المرافعة ديال السيد العام الملك، المرافعة ديالو اللي خصك فيها كذلك الوقائع ديال هذه القضية هذه، وكذلك بين فيها الأسباب ديال الاستئناف ديالو، لأن هذا الملف هذا مستنف الوكيل الملك اللي كيتولى الدعوة الأمورية في المرحلة الاستئنافية هو الوكيل العام، مستنف المطالب بالحكم المدني، مستنف له حلال فترة الزوال غادي يتعرف بمرافعة الزملاء الأستاذ السماوي، الأستاذ الهليب، الأستاذ عجي، وبطبيعة الحال غادي نختم هنا إصالة عنيسي ونيابة عن الأستاذ عصام الحلو اللي قدم مذكرة دفاعية مكتوبة. شنو غادي نقولوا، شنو غادي نديروا، نخليو هذا الشيء للجلسة، وعقب الجلسة إن شاء الله غنخبروك. حنا بالنسبة لنا كدفاع اللي عندنا أساسي هو أننا مؤمنين بقرينة براءة الموكل ديالنا هذا الملف، وتنعتبروا هذا الملف هذا حتى هو ما كان له أن يكون، لأن كل ما كان تيقوم به المدني كان كيقوم به كرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، تيقوم تظلمات إما في المحاكم إما للإدارات العمومية في أشخاص أو بغيرهم، وبالتالي كان المفروض أنه يكون تحقيق فعلا من ضمن هذه الملفات هذه. كان واحد الملف اللي دار فيه تحقيق وانتم كتعرفوا باش ما نطيحوش في التشهير، هذا الملف استمع فيه المدني كرئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، والسيد أودين بصفته تيب امام غرفة الجنايات جرائم أموال. اذا المسائل اللي كان تيقوم بها كان كيقوم بها انطلاقا من الدستور، انطلاقا من كونه رئيس المركز، ماشي باش يبتز، ماشي باش ينصب، ماشي باش يدير شي حاجه. هاد الامور هادي كلها حنا غنبينوها، ومازال تاكدوا على ان داك الحكم كان حكم قاسي جدا. ولما انا كنقول حكم قاسي او حكم جائر، لا اقلل من القضاء ولا اشكك في استقرار القضاء، بالعكس ذلك القاضي لم يتعامل مع المدني وفقا لقواعد الانصاف والحق والعدل، وهذه رساله الى اولئك الذين واللواتي يريدنا ان يهددنا الدفاع، اقول لهم الدفاع لا يهدد، الدفاع تيقوم على رساله نبيله، كما زملائنا في الضفه الاخرى اللي كينوبوا على المشتكين تيأديو الرساله ديالهم النبيله طبقا للقانون وطبقا لقواعد المينا. احنا هنايا باش ندافعوا على المدني، احنا هنايا باش كندافعوا عليه ماشي فقط غير في المحكمه، كندافعوا عليه حتى في المجتمع من اجل اطلاعكم انتم كصحافه وكقنوات، وان نبلغ رسائلنا لمن يهمهم الامر على اننا لن نتخلى عن المدني، لاننا مؤمنين بقرينة البراءة، مؤمنين بشروط المحاكمة العادلة، ومؤمنين لانه تظلم 37 شكاية كيتهزو منهم 7 كيتحقدو 30 في نهار واحد دقيقة واحدة. علاش هادشي كله؟ لان المدني واحد الوقيتة كرئيس المركز الوطني لحقوق الانسان اقد المضاجع. كنتمنى من الله محكمة الاستئناف من بعد ما تستمع لنا في المرافعات ديالنا هاد اليوم هاد الملف ديال 22 شهر، انها ترجع الامور الى نصابها، وتنصف المدني مما لحقه من ظلم ومما لحقه من تأسف، وان يعانق الحريه. كيبقى الملف الثاني اللي غادي يكون هو يوم الاثنين المقبل ان شاء الله، من بعد ما نرجعوا بعد الاستراحه. اخي خالد، اخي الناس، حضور الكريم، نوفيكم ان شاء الله بهذا، ومره اخرى يعني كنوفيكم بما مجريات ما سيقع، ومره اخرى باسم هيئه الدفاع كنشكر كل المتضامنين. ويعني هذا الشيء ماشي غريب على المغاربه والمغربيات، هذه قيم ديالنا ديال التضامن وديال المسانده، ولما تكون قيم ديال التضامن والمسانده لا تعني على الاطلاق تبخيس او تقليد او تشكيك في المؤسسات ودوله المؤسسات كما قيل في الجلسه. احنا بالعكس كنا ولاد دوله المؤسسات،
المديمير ولم يكن دولة المؤسسات ولم يكن يؤمن بدولة الحق والقانون لما قدمت تلك الشكايات إلى النيابة العامة، لما قدمها للسيد الوالي، لما قدمها لوزير الصحة، لما قدمها لوزير التعليم. يعني كان كيتعامل مع المؤسسات، ما يمكنش اليوم نجيو ونقولوا كذا وكذا وكذا لأن هذا السيد كان كيدير من أجل كذا وكذا، بالعكس. شكرا لك. كان معنا الاستاذ عبد العزيز عراش الملصق العام لهيئة الدفاع محمد المديني. توقفت الجلسة لمدة ساعة من اجل الاستراحة، سنعود اليكم مشاهدينا الكرام بعد ساعة من الأول.